أهلا بكم أعزائي الطلبة والطالبات في درس جديد على قناة Private Math Lessons. Today إن شاء الله we will start lesson 1 in geometry which is entitled The Medians of Triangle. درس بتاعنا النهاردة لذيذ جدا وسهل. هنعرف مع بعضينا يعني إيه كلمة Median. لو أنت عندك التريانجل ABC بنعرف الميديان إزاي؟ بنقول إن الميديان of a triangle is the line segment drawn from any vertex of this triangle to the midpoint of the opposite side of this vertex. احنا عارفين من السنة اللي فاتت ومن السنة اللي قبل كده ان ال A وال B وال C ال 3 points دول اي واحدة فيهم بنسميها ايه؟ بنسميها vertex. دي بنسميها ال vertex بتاعت ال A بتاعت التريانجل. طيب لو لقيت بقى انت line عندك خارج من ال vertex دي ورايح لل midpoint يعني النقطة اللي في النص في الاوبوزيت سايد، دي نقطه دي الدي دي عباره عن الميد بوينت في السايد بي سي، هنسمي في الحاله دي الاي دي الميديان. تاخد بالك ان انت عندك في التريانجل عندك 3 ميديانز، اني تريانجل هاز 3 ميديانز. الحاجه دي تيجي في الكومبليت يعني برضك، والديفينيشن ده هيجي لك في الكومبليت هتكون عارفه. ثيوريم 1 بتقول عندك ايه؟ بتقول ان الميديانز اوف ا تريانجل ار كونكرنت، يعني لما تيجي تبص عندك على 3 ميديانز بتوع التريانجل هتلاقي ان انت عندك ادي الاي دي از ميديان. واي؟ عشان انت شايفه في النص في نص السايد بي سي. طيب السي اي هل ده ميديان؟ عشان خارج من الفيرتكس ورايح للميد بوينت في السايد اي بي للنقطه اللي في النص. طيب البي اي ده ميديان؟ ليه شايفه ميديان؟ لانه خارج من الفيرتكس بي ورايح لبوينت موجودة في الميد بوينت، موجودة في النص على السايد ايه؟ على السايد ده. طيب لما تيجي تبص بعينك بتلاقي الثري ميديانز دول مالهم؟ بتلاحظ ان هم مالهم؟ معمول لهم انترسكشن في بوينت ام. يعني الثري ميديانز دول ار كونكرنت. كونكرنت يعني متلاقيين في ايه؟ في نقطة. اكزامبل 1 بيقول لي ان ذا اوبوزيت فيجر ABC is a right angle triangle at B. عندك الترينجل ده ABC right angle at B، يعني الانجل دي equal كام؟ equal 90. طيب in which، يعني في الترينجل ده هتلاقي فيه ال AC equal 10 سنتيمتر. ادي ال AC اهو، وهو كاتب لك اللينس بتاعه هو على ايه؟ على الرسمة. and ال BC equal 8 سنتيمتر. ادي ال BC اهو 8 سنتيمتر. طيب ايه تاني مدهوني؟ بيقول لي ان D and E are the midpoints of BC and AC. يعني D ديت في الميد بوينت، يعني في النص between B والC. وكذلك مديني E في النص ما بين A والA والC. Where AD intersection BE، AD intersection BE فين؟ في البوينت M. بيقول لي draw CM، ادي السي ام اهو ري، رسمنا السي ام ري تو كات اي بي ات اف، وهو ماشي قطع الاي بي ات اي ات اف. المطلوب بيقول لي فايند ذا بريمتر اوف التريانجل اي اف اي، عايز البريمتر بتاع الاي اف اي. عشان تجيب البريمتر بتاع التريانجل اي اف اي مطلوب منك تكون عارف اللينس بتاع السايد ده واللينس بتاع السايد ده واللينس بتاع الايه بتاع السايد ده. تعالوا مع بعضينا نشوف هنحلها ازاي. لما تيجي تحل مسائل الجيومتري اول حاجه لازم تكتب الجيفن اللي هو مديها لك وتلخصها. يبقى اول حاجه هنعملها هنكتب الجيفن اللي هو مديها لنا. طيب تعالوا نشوف نحلها ازاي. بعد كده بنكتب البروف، البروف بتاعنا. احنا محتاجين نجيب اللينسز بتاعت الـ AE والـ EF والـ A والـ AF. طيب الـ AE عندي على طول ظاهرة، هنكتبها ازاي؟ هنقول ان سينس ان الـ AE equal have الـ A الـ AC، ده معناها then الـ AE equal have times الـ 10 سنتيمتر which is a 5 سنتيمتر. يبقى احنا كده جبنا اول ايه؟ اول حاجة. طيب تاني حاجة انت عايزها، احنا عايزين نجيب دلوقتي الايه اللينس ده. ليه؟ انت ده كده عشان تجيبه لازم تكون عارف كل ده. طيب ده رايت انجل تريانجل ات بي، يبقى الهايبوتنس سكوير هيكوال السايد ده سكوير بلس السايد ده سكوير.
طب نكتبها ازاي؟ لازم في الاول تحدد الترينجل اللي هتشتغل عليه. يبقى هنكتب ان ترينجل اي بي سي، هنقول ايه؟ هنقول سينس الميجر اوف انجل اي بي سي ايكوال 90، زين الاي سي سكوير هي ايكوال الاي بي سكوير بلس البي سي سكوير. يعني ال 10 سكوير هت ايكوال الاي بي سكوير بلس ال 8 سكوير. يعني الاي بي سكوير ده هيكوال معانا ايه؟ ده هيكوال ال 100 ماينس 64 which is كام؟ 36. يعني ده معناها ان ال AB هتيكوال معنا root ال 36 which is ايه؟ 6 سنتيمتر. يبقى انا جبنا مين؟ جبنا ال AB كله. طب احنا عايزين ال AF، ينفع اقدر اجيب ال AF دلوقتي؟ لا مش هعرف. ليه؟ لانه مش قايل لك ان ده في الايه؟ في الميد بوينت. لو ال F دي في الميد بوينت يبقى انا اقدر على طول اجيب ال ايه؟ الـ AF. طب انا عندي معلومة تانية خطيرة جدا. ايه المعلومة دي؟ المعلومة دي عندي ان الـ BE والـ AD الاتنين دول معمول لهم intersection at M. طيب نستغل ازاي المعلومة دي؟ هنقول كده since الـ AD and الـ BE are two line segments connect between their vertices and the midpoint of their opposite side. يعني ال two line segment دول واصلين ما بين ال vertex دي وال midpoint بتاعت ال opposite side. ده معناه ايه؟ ده معناه then ال AD and ال BE are medians لل triangle ده. طيب وطالما هما medians يبقى then ال M is the point of the intersection of the medians in this triangle. يعني طالما ان ال AB ال AD وال BE medians يبقى ال M point of intersection بتاعتهم دي ال A، دي ال point of intersection of all the median of that triangle. طيب خد بالك بقى ان ال CF ده بيمر بمين؟ بيمر بM. يبقى برضك ده ايه؟ ده median. طب نكتبها ازاي؟ هنقول كده since ان ال point M دي belongs to ال CFA ray. ده معناه يبقى then ال CF line segment is a median of the triangle. طيب وسنس ان هو ميديان للتريانجل ده معناه ايه؟ ده معناه then ان ال F is a midpoint. يعني ال AF equal F A F B. يعني ال AF بت equal ايه؟ F B. طيب احنا عايزين ال AF بس. ال AF دي بت equal ايه؟ بت equal half ال AB، واحنا مطلعين ال AB ب 6 سنتيمتر. يعني ال AF equal half ال AB اللي هي بت equal half times ال 6 which is ايه؟ 3 سنتيمتر. طيب يتبقى ايه؟ يبقى انا جبنا ده خلاص 5 سنتيمتر، جبنا ده 3 سنتيمتر. خد بالك احنا عايزين دلوقتي ده. طب احنا وصلنا ان ال F دي ميد بوينت في ما بين ال A وال B. يعني السايد ده كده بيكوال ايه؟
السايد ده كده. طب انت ملاحظ ايه؟ ملاحظ ان الاي اف ديت بتكونكتس بتوين الميد بوينتس اوف الاي سي والاي بي، دي خدناها السنه اللي فاتت، ان اللاين سيجمنت اللي بتكونكتس بتوين التو الميد بوينتس اوف التو سايدز دي بتيكوال حاجتين، بتيكوال ايه؟ بتيكوال هاف الاي ال سي بي، يعني الاي اف دي هتيكوال هاف السي بي، اند اولسو الاي اف ديت هتبقى بارلل للايه؟ للسي بي. الكلام ده خدناه السنه اللي فاتت. طيب نكتب الكلام ده ازاي؟ يبقى سنس الاي اف لاين سيجمنت كونكتس بتوين the midpoints of the two sides AC and AB. يبقى then EF equal half A CB. ده معناه ان EF equal half times the 8 which is a 4 سنتيمتر. كده يبقى انت جبت الايه اللينس بتاع ال 3 سايدز، يبقى اقدر اجيب البريمتر بتاع ال AFE. يبقى زين ذا بريمتر اوف تريانجل AFE ده هيكوال معانا كام؟ هيكوال معانا 5 سنتيمتر بلس ال 4 سنتيمتر بلس ال 3 سنتيمتر، اللي هو هيديني كام؟ هيديني 12 سنتيمتر. نيجي مع بعضينا نشوف ثيوريم 2. بيقول لي the point of concurrence of the medians of the triangle divides each median in the ratio of 1 to 2 from its base. خد بالك هنا ال divide from its base بريشيو 1 to 2، يعني لو انا عندي ميديان، الميديان مثلا ال A D، نيجي نبص من ناحية البيز تلاقي ان انت عندك لاين سيجمنت اسمها M D وعندك انظر لاين سيجمنت اسمها M A. البوينت M ديت بتقسم لك الميديان ده كله لتو سيكشن M D ل M A. طيب الريشيو بقى between the length of M D to the length of M A equal what؟ equal 1 to 2. يعني ال M D ديت equal half the length of A M. لو انت عندك ال A M equal 6 سنتيمتر هتلاقي ان ال M D D A equal 3 سنتيمتر. طيب وبرضو تعال نشوف الميديان اللي هو ال C F. من ناحية البيز عندي ال M F وعندي ال M C، هتلاقي الراتيو من ناحية البيز between ال M F and ال M C equal 1 to A to 2. يعني لو ال F M ديت equal 4 سنتيمتر يبقى لازم ال C ال M C تبقى قدها مرتين تبقى 8 سنتيمتر. طيب نيجي ناخد الكلام ده بطريقة تانية. بيقول لك ان ال point of concurrence of the medians of the triangle divides each of them in the ratio of 2 to 1 from its vertex. يعني عكس الكلام اللي ايه اللي فات. يعني انت لو عندك A D ودي ال M، دي ال point of A ال concurrence of the medians، هتلاقي ان ال point دي هتقسم لك الميديان من ناحية ال vertex ل 2 line segment AM MD. ايه المواصفات بتاعتهم؟ هتلاقي المواصفات بتاعتهم ان ال AM اللينس بتاعها twice the length of MD. طيب لو انا عندي بالنسبة للميديان ككل، لو انا عندي الميديان ككل AD، ايه علاقة السكشن ده بالميديان؟ وايه علاقة السكشن الصغير ده بالميديان؟ هتلاحظ ان علاقة ال AM بالميديان is 2 thirds الميديان كله، وعلاقة الحتة الصغيرة دي بالميديان one third of the median. طب لو انا عندي الميديان مثلا CE، هتلاقي ان ال ME دي one third ال CE وال MC two thirds ال CE. دي هتجي لك فين؟ هتجي لك في المسائل، هيديك مثلا اللينس بتاع الميديان ويقول لك هات لي اللينس بتاع الحته دي، تقول له والله اللينس بتاع الحته دي equal two thirds ال CM. يعني فور اكزامبل انت عندك ال AD equal 9، ال AD equal 9 سنتيمتر، يبقى الـ AM equal ايه؟ هتيكوال الـ 2 thirds بتاعت الـ 9 اللي هي 6 سنتيمتر، والـ MD هتيكوال ايه؟ هتيكوال 1 third الـ 9 اللي هي الـ 3 سنتيمتر. Example 2 in the opposite figure بيقول لي in triangle ABC، triangle ده بيقول لي الـ CD and الـ BE are two medians intersecting at M. معلوم intersection فين؟ في M.
and البي ام ايكوال 6 سنتيمتر، البي ام دي 6 سنتيمتر، والبي سي دي كلها 13 سنتيمتر، والدي سي والميديان ده كله 12 سنتيمتر. فايند البريمتر اوف تريانجل دي ام اي اللي معمول له شيد باليلو. يبقى اول حاجه هنعملها هنكتب الجيفن. يبقى الجيفن بتاعتي، تعال نشوف بعدين البروف. طيب انت عندك، احنا عايزين نجيب ده الاي ام والام دي والاي والدي اي. طيب البي اي ده ميديان، يبقى الاي ام ايكوال ايه؟ ايكوال 1 اوفر 2 من الام بي. يبقى اول حاجه سينس ان البي اي از ا ميديان، زين الاي ام ايكوال هاف الايه؟ الام بي. يعني الاي ام equal half times the 6 which is a 3 سنتيمتر. يبقى احنا كده جبنا اول سايد اللي هو الايه؟ الاي ام. طيب هو برضك مديني حاجه ثانيه، مديني الدي سي كل ده equal كام؟ equal 12. يبقى since ان الدي سي is a median، يبقى then الدي ام equal 1/3 of الدي سي. يعني ال DM هت equal 1 over 3 في الـ A في الـ DC. يعني ال DM بي equal معانا 1/3 times ال 12 which is a 4 سنتيمتر. طيب نيجي بعد كده، انا عايز بعد كده الـ A الـ E الـ ED. طب انت عندك الـ ED دي line segment بتconnects الـ two midpoints of الـ AC and الـ AB. يعني هت equal half الـ A half الـ 13. نكتبها ازاي؟ يبقى since الـ ED is a line segment connects the midpoints of AC and AB, then ED had equal A half A CB. يعني ED had equal half times 13 which is a 6.5 A centimeter. يبقى أنا كده خلاص جبت ال 3 sides. يبقى اقدر اجيب على طول البريمتر. يبقى then the perimeter of the triangle DME ده بي equal معنا ايه؟ بي equal معنا 6.5 plus 3 plus 4 which is 13.5 سنتيمتر. طيب نيجي نشوف الفاكت ديت. بيقول لي the point which divides the median in a triangle by the ratio of 1 to 2 from the base is the point of intersection of the medians of this triangle. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انت لو لقيت كده بوينت عندك كده على line segment، البوينت دي بتديفايد التو لاين سيجمنت باي ذا ريشيو اوف 1 تو 2 فروم ذا سايد اوف اتس بيز، يبقى معنى كده ان هي دي البوينت اوف ايه؟ of intersection of the three medians. طيب ناخد example. بيقول لي in the opposite figure ABC is a parallelogram، ABCD parallelogram، M is the point of intersection of its diagonal، MD the point of A of intersection، وبيديني ال N that belongs to BM، where خد بالك بقى ال BN 2NM، يعني الحته دي توايس الايه؟ الحته دي. يبقى انت تشك ان الان دي على طول ايه؟ البوينتس اوف ايه؟ البوينت اوف انترسكشن بتاعت الثري ميديانز. وبيقول لك السي ان انترسكتد اي بي في ايه؟ في البوينت اي. بروف ان الاي ام ديت ايكوال هاف الايه؟ البي سي. طيب نيجي نكتبهم الاول، نكتب الجيفن. طيب نيجي نشوف البروف. هنقول since
ان ال A B C D is a biogram يبقى على طول زين ال A M equal M C. مفيش واضح، مفيش مانع ان انا اوضح الحتة دي. طيب ايه تاني؟ خد بالك انت عندك ال A M equal M C. ايه اللي ملاحظه؟ انت ملاحظ ان ال B M ده لاين سيجمنت خارجه من الفيرتكس ديت وراحه للميد بوينت اوف الاي سي. يبقى نحدد التراينجل بتاعنا، يبقى ان تراينجل اي بي سي سينس ان البي ام لاين سيجمنت كونكتس ذا فيرتكس بي with the midpoint of AC يبقى then BM is a median. طيب ايه تاني؟ يبقى انا كده خلاص عرفت ان BM ده ايه؟ median. طيب عندي برضك نستفيد بقى من ايه من الحتة دي؟ since ال BN equal twice MN ده معناها then ال N is the point of intersection of the medians of triangle ABC. تمام، يبقى احنا قلنا كده ان ال M دي عبارة عن ال point اللي هيحصل فيها intersection لكل الميديان. ده معناه ايه؟ ان ال CE median عشان بيمر بمين؟ ب N. نكتبها ازاي؟ نقول since N belongs to ال CE يبقى then ال CE is a median، وطالما هو ميديان يبقى زين ال A E equal ال E B. ال A E equal ال E B. طيب اخر حتة عندنا انت عايز بقى الايه؟ ال M E. تلاحظ بقى ان ال M E عندك هنا بتكونكتس بتوين الميد بوينت دي مع الميد بوينت دي، يبقى تيكوال هاف ال A ال C B. يبقى سينس M E connects between two midpoints يبقى زين ال ME هت equal A half ال A ال BC. نيجي نشوف ال last example معنا. In the opposite figure ABC is a triangle وبيقول لي ال M is the point of intersection of its medians. ال M دي ال point of intersection بتاع ال medians. بيقول لي MD مديني ال MD ديت 3 ال BM 4 وال BC ده 9 سنتيمتر. بيقول لي complete the following. ال BF equal كام سنتيمتر؟ ادي ال BF. ال BF طبعا هت equal half ال A ال BC يبقى هت equal ال half بتاع ال 9 يبقى 4.5 سنتيمتر. طيب ال MC ادي ال MC هو بيقول لك ان ال M دي equal 3. احنا اتفقنا ان ال M C دي twice ال A ال M D يبقى هت equal A 6 سنتيمتر. طيب ال M E ال M دي بت equal A، قلنا بت equal half ال A ال M B. طب دي 4 يبقى دي كام؟ يبقى دي 2. تعالوا مع بعضنا نشوف بعض السيلكتد اكسرسايز على لسن 1. اول اكسرسايز معانا complete the following. اول واحده بيقول لي ان التراينجل اي بي سي اف دي از ذا ميد بوينت اوف البي سي زين اي دي از كولد ايه؟ از كولد ميديان. طيب ذا نمبر اوف ميديانز اوف ذا تراينجل از ايه؟ از 3.
The medians of the triangle intersect at A at one point. The point of concurrence of the medians of the triangle divides each median in the ratio. ينفع اكتب على طول 1 to 2 او 2 to 1؟ لا، لازم اشوف الاول from A. From its base. From its base اول جزء بيقابلك، الجزء الصغير ولا الجزء الكبير؟ لا، من البيز بيقابلني الجزء الصغير، يبقى الريشيو عندي 1 to 2. The point of concurrence of the medians of the triangle divides each median in the ratio not from the vertex. من الvertex، الحته اللي بتقابلك وانت خارج من الvertex لحد الام، لحد اللي هي البوينت اوف انترسكشن اوف اول ميديانز، الحته دي كبيره ولا الصغيره؟ لا، الحته الكبيره، يبقى الريشيو عندي 2 to 1، يبقى الحته الكبيره بتقابلني الاول. The point of the intersection of the medians of the triangle divides each of them in the ratio not from its base. From its base احنا عارفين ان هي بتعمل division من ناحيه البيز 1 to 2. طب هو بيقول لي هنا 2 to A. معنى كده ان هو عمل representation ان ال 1 خلاها هنا 2 units. يبقى 2 تبقى كام؟ تبقى 4 units. يبقى ال 1 to 2 هي ال 2 to A to 4 نفس الراتيو. Exercise 2. Using the data given for each of the following figures, find the required below each figure. اول فيجر عندي عايز ال XM، عايز ال XM وعايز ال YD وعايز ال YD. طيب انا عندي ال XD ده ميديان. اوكي، ليه ميديان؟ هل قال لي ده قد ده؟ لا، ما قاليش ده قد ده، بس انا عندي تو ميديانز هم معمول لهم انترسكشن في بوينت M، والاكس دي ده مر بمين؟ ده باس ثرو الام، وبالتالي ده اولسو ميديان. وطالما ده ميديان يبقى دي كده قد دي كده، ودي الريشيو بتاعتها الاكس ام 2 اكس دي عباره عن 2 تو 1. طيب الام دي عندي 4 سنتيمتر، يبقى الاكس ام بكام؟ ب 8 سنتيمتر. طيب الواي دي، الواي دي نص الايه؟ الواي زد، يبقى 5 ايه؟ سنتيمتر. طب نيجي هنا، ده عندي ميديان وده عندي ميديان، يبقى دي البوينت اوف انترسكشنز بتاعت الايه؟ بتاعت الميديانز. طيب الام اي، الام اي دي عباره عن ايه؟ دي توايس الام اي، ويبقى دي 3، يبقى دي 6 سنتيمتر. الام دي، الام دي نص الام سي، يبقى دي 4 سنتيمتر. طب الام اي ايكوال قد ايه من الاي اي؟ ايكوال 1 ثيرد، 1 اوفر 3 of AE. طيب الام سي، الام سي ايكوال قد ايه من السي دي؟ ايكوال 2 ثيردز من السي دي. بروبلم 3 بيقول لي اف بي سي ايكوال 12، البي سي ايكوال 12 سنتيمتر، البي اي ايكوال 9، والام سي ايكوال 8. طيب زين دي ايكوال وات؟ اولا انت عندك السي دي ده ميديان عشان خارج من الفيرتكس وايه رايح للميد بوينت، وكذلك الايه البي اي، وبالتالي يبقى الام البوينت ام دي دي البوينت اوف ذا انترسكشن اوف ذا ميديانز. طيب لما يكون ده 8 يبقى دي كام؟ يبقى دي 4، لان الريشيو بتاعت السي ام 2 ام دي از 2 تو 1، يبقى لما يكون ده 8 يبقى لازم دي تكون 4. طيب انا عندي البي اي كلها 9، يبقى دي اكيد 3 ودي اكيد ايه؟ اكيد 6. طيب الدي اي هو عايز الدي اي. طيب احنا واخدين السنه اللي فاتت في السكند تيرم ان اللاين سيجمنت كونكتس تو ميد بوينتس، دي بت ايكوال هاف البيز اند بتكون بارل لمين؟ للبيز. يبقى الدي اي ايكوال هاف الايه؟ البي سي، يبقى دي 6 سنتيمتر. طب الام اي، الام اي 3 سنتيمتر والام دي 4 سنتيمتر. طيب هنا بيقول لي LZ equal 15 والYM equal 18. ده لما يكون 15، ال 15 هقسمهم 3 بارتس، يبقى كل بارت قد ايه؟ 5، يبقى دي كده 5 سنتيمتر، ودي هنا ايه؟ ودي هنا 10. الYM عندي 18 سنتيمتر، لما اجي اعمل لها ديفيجن تو 3 بارتس يبقى انا عندي البارت ده ب 6 والبارت ده ب 12 ايه؟ سنتيمتر. طيب هو بيقول لي هنا ال NL equal كام؟ ال N L equal 5 سنتيمتر، ال NY equal 12 سنتيمتر، and the perimeter of a triangle
ان ال واي ان ال واي ايكوال كام؟ ده عندي 12، ده عندي ايه؟ ده عندي 5. هو بيقول لي الاكس واي كلها 20، يبقى ده ايه؟ يبقى ده 10، يبقى 10 بلس 12 22 بلس 5 يبقى 27. ده 27 سنتيمتر. بروبلم 3 بيقول لي ان ذا اوبزيت فيجر الاي بي سي از تراينجل ان ويتش دي ميد بوينت للبي سي، يبقى الاي دي عندك ميديان، والاي ميد بوينت للاي سي، وبالتالي البي اي از انذر ميديان، والتو ميديانز دول بيحصل لهم انترسكشن في البوينت ام. بيقول لك اف الاي دي ايكوال 6 والاي بي ايكوال 9 والبي اي ايكوال 9، البي اي بردك ايكوال 9. بيقول لي احسب عندك البريمتر بتاع الام دي اي. ام دي اي طيب الجيفن عندي ايه؟ الجيفن عندي الاتي، الاي ميد بوينت اوف اي سي، الاي از ا ميد بوينت اوف اي سي. ايه كمان؟ الدي ميد بوينت للبي سي، والدي از ا ميد بوينت اوف البي سي. عندي برضك اي دي ايكوال 6 سنتيمتر، والاي بي ايكوال 9 سنتيمتر، والبي اي ايكوال كام؟ ايكوال 9 سنتيمتر. طيب ايه المطلوب؟ required to be find. المطلوب ان انا احسب البريمتر of triangle ام دي اي. طيب نشتغل فيها ازاي؟ proof. هنقول since ان ال E is a midpoint of ال AC، يبقى then ال BE and since ان D is a midpoint of ال BC، ده معناه ان ال AD is a median، و since ان ال two medians دول ال BE بيحصل له intersection مع ال AD في point عندي اسمها M، يبقى then ال MD is the point of concurrence of all medians. وبالتالي اقدر احدد الريشيو ايه؟ اقدر اعمل الريشيوز بتاعتي بقى. طيب احنا عايزين مين؟ عايزين ام دي وام اي واي دي، يبقى زين الام دي بتيكوال ايه؟ ايكوال 1 اوفر 3 تايمز ال 6 سنتيمتر، اللي هتيكوال معايا ايه؟ 2 سنتيمتر. طيب والام اي، الام اي اللي هي الجزء ده هيكوال 1 اوفر 3 تايمز مين؟ الاي بي كلها، وانا عندي الاي بي كلها عندي ب 9، يبقى تايمز ال 9 ايكوال 3 سنتيمتر. طيب انا عندي دي كلها 9، وعندي الاي دي نص الايه؟ نص الاي بي. هنقول سينس ان ال اي دي لاين سيجمنت كونكتس بتوين تو ميد بوينتس اوف ال اي بي اند ال اي سي، يبقى زين ال اي دي ايكوال هاف ال اي ال اي بي. ال اي دي ديت، ال اي دي ديت نص ال اي ال اي بي، يبقى ال اي دي هت ايكوال ال هاف تايمز ال 9 which is 4.5 اي سنتيمتر. يبقى زين البريمتر اوف ترينجل ام دي اي هي ايكوال ايه؟ هي ايكوال 2 بلس 3 بلس 4.5
5.2 + 3 + 4.5 = 9.58 centimeters. Problem number 6 بيقول لي in the opposite figure الـ AF و CD are two medians. الـ AF و CD دول medians. بيقول لي البرامتر بتاع الـ AMC equal 36. find the parameter of الـ MFD اللي هي الـ yellow triangle ده. طب انت انا ما عندكش اي lenses، يعني هجيبه ازاي؟ ده انا ما عنديش حتى الـ AF equal كام عشان اقول ده 1/3 من الـ AF، وما عنديش السي دي ايكوال كام عشان اقول ان الام دي ايكوال 1/3 اوف الاي اوف السي دي. اتصرف ازاي في المسائل اللي زي دي؟ المسائل اللي زي دي انت عندك ريشيو ما تنساهاش. انت عندك ان الميديان اي اف ديفايدد انتو تو بارتس، في ريشيو عندك بين الام اف والاي ام. الام اف ايكوال هاف الاي ام، والام دي ايكوال هاف الاي السي دي. وكذلك هتلاقي عندك الاف دي ايكوال هاف الاي سي. ليه؟ لان الاف دي دي لاين سيجمنت بتكونكتس بين تو ميد بوينتس هنا تريانجل اي بي سي، وبالتالي هتيكوال نص الاي الاي سي. طيب نكتب البروف ازاي؟ البروف نبداه كالاتي: سينس الاي اف از ميديان، يبقى زين الام اف ايكوال ايه؟ ايكوال نص الاي الاي ام. وسينس ان السي دي is a median، يبقى then ال MD equal نص ال A ال MC. طيب نيجي هنا و since ان ال FD is a line segment، connects between two midpoints، in the triangle ABC، يبقى then ال FD equal half ال AC. طيب انت عندك ال parameter اللي احنا عايزينه بتاع ال triangle MFD equal A، يبقى the parameter of triangle MFD ده هي equal ايه؟ هي equal معانا ال MF plus ال MD plus MF plus MD plus FD. ودول انا جايبهم، جايب ان ال MF equal half ال AM، ال MD half ال MC، ال FD half ال AC. خد ال half ده common factor، يبقى عندي هنا AM بلس ام سي بلس الايه الاي سي. وانت عندك ان المجموعه دي عباره عن ايه؟ عباره عن البريمتر اللي هتيكوال هاف البريمتر اوف الاي ام بلس ام سي بلس اي سي اللي هو البريمتر اي ام سي. يبقى هتيكوال معانا هاف تايمز ال 36 which is 18 سنتيمتر. Problem 10 in the opposite figure ABCD is a rectangle. Its diagonals intersect at M. وال E midpoint لل AB. بيقول لي prove that F is the point of intersection of the medians of a triangle ABC. وعايز اللينس بتاع ال AM. طيب أنا عندي في الترينجل ABC CE ده إيه؟ ده خارج من الفيرتكس C ورايح لل midpoint of AB، وبالتالي ده median. طيب حاجة تانية، انت عندك ده ريكتانجل، الدياجونالز بايسيكت اتش اذرز، يعني الحتة دي كده قد الايه؟ قد الحتة دي. وكذلك البي ام قد الايه؟ قد الام دي. طب بص على البي ام، دي خارجة من الفيرتكس لاين سيجمنت، خارجة من الفيرتكس وراحة للميد بوينت اوف الاي سي، وبالتالي البي ام از اميديان. يبقى انا عندي البي ام ميديان والسي اي ميديان، يبقى الاثنين دول بيحصل لهم انترسكشن في البوينت اوف انترسكشن اوف اول ميديانز. طب تعالى نكتب البروف. هنقول since الـ ABCD is a rectangle، يبقى then its diagonals bisect each others، يبقى then الـ AM equal MC.
طيب هنقول بقى دلوقتي ان since ان البي ام line segment connects between the vertex B and the midpoint of AC يبقى then BM is a median. تمام؟ طيب يبقى ده معناه ايه؟ هنقول ان since ان BM line segment intersected CE line segment في البوينت اللي هي F يبقى then F is the point of intersection of all medians. In triangle ABC. تمام؟ يبقى احنا كده ثبتنا ان ال F دي ال point of intersection. طب هو بيقول لي ال BF equal 4، دي لما تكون 4 يبقى ال MF كام؟ يبقى 2 لان دي 2 to 1، يبقى ده كده كله 6. يبقى ال AM is ايه؟ is 6. هنقول then انا عندي ال FB بت equal 2 over 3 من مين؟ من ال MB. ده معناه ان ال MB هت equal 3 over 2 من ال FB، يعني هت equal 3 over 2 times 4 which is ايه؟ which is 6 ايه؟ سنتيمتر. يبقى انا جبت كده ال MB كلها، يبقى ال AM كلها equal ايه؟ و since ان ال AM equal ال MB يبقى then ال AM هي equal معنا 6 ايه؟ سنتيمتر. السؤال اللي بعديها in the opposite figure بيقول لي الـ ABCD is a triangle وبيقول لي الـ D ده midpoint of الـ BC. الـ AB equal AC يبقى isosceles triangle. بيقول لي الـ M دي بتبلونجز تو الـ AD where AM equal 2 thirds of الـ AD. هو كان بيقول لك إن هي ميديان، مش محتاج أقولها لك لأن هي خارجة من الـ vertex راحة للـ midpoint. بيقول لي proof that الـ BF الـ BF دي equal half الـ AC. طبعا سهلة جدا يعني. هنقول since D is a midpoint of BC line segment يبقى then AD is a median. طيب ايه تاني؟ و since ان AM بت equal 2 thirds of AD يبقى then MD is the point of intersection of all median. تمام؟ وطالما دي ال M ال point of intersection وال CF بيمر بيها و since ان ال M دي بتبلونجز تو ال CF line segment يبقى then ال CF line segment is a median. يبقى then ال F is a midpoint of ال AB. يعني ال FB equal half ال AB. وانا عندي ال AB since ان ال AB equal ال AC يبقى then ال FB equal half ال A ال AC. سهلة سهلة جدا. Exercise 16 in the opposite figure مديني ABC is a triangle وبيقول لي DD midpoint لل CB وال E midpoint لل A لل BD ومديني DF parallel مين؟ parallel AC. بيقول لي proof that DM الحتة دي كده equal 1 over 3 of ال AC. دي تلت A تلت D. طيب تعال نشوف هنحلها ازاي. In triangle ABC since D is a midpoint of BC كمان DF parallel AC. دي خدناها الايه السنه اللي فاتت السكند تيرم.
لو انا لاحظت حاجتين ممكن اجيب حاجتين. والدرس ده احنا قلنا كان درس مهم، ان انا عندي في التريانجل لو دي ميد بوينت ودي ميد بوينت يبقى دي نص ده وده بارلل ده. عندي اربع معلومات، لو عندي اتنين اقدر اجيب اتنين. انا عندي معلومتين هنا، ان الدي ميد بوينت والدي اف بارلل مين؟ اي سي. يبقى ده معناه على طول زين الدي اف ايكوال هاف الايه؟ الاي سي. وهينتج عندي حاجه كمان اللي هي ايه؟ ان الاف دي ميد بوينت والاف از ا ميد بوينت. طيب سنس ان الاف ميد بوينت ده معناه ايه؟ زين الدي اف از ا ميديان. يبقى معنى كده لما يكون الدي اف ميديان والاي اي ميديان يبقى زين الاي اي انترسكتد دي اف هيديني الايه؟ الام. دي از ذا بوينت اوف انترسكشن. Of all medians. طيب ده معناه ايه بقى؟ ده معناه ان ال DM equal 2 over 3 من مين؟ من ال DF. طيب نخلي دي كده 1 ونخلي دي كده ايه؟ 2. طيب ممكن نشيل ال DF من هنا ونحط هاف ال AC. يبقى هنا هنقول يبقى ال DM هتيكوال كام؟ هتيكوال 2 over 3 الدي اف ايكوال كام؟ ايكوال 1 over 2 تايمز الاي سي. يبقى 1 over 2 تايمز الايه؟ الاي سي. نعمل سمبليفيكيشن، ال 2 تروح مع ال 2 يبقى عندي زين يبقى الدي ام ايكوال كام؟ 1 over 3 فروم الايه؟ الاي سي. وبكده يبقى احنا خلصنا ليسون 1 في الجيومتري. ليسون سهل جدا. بوجه عام الجيومتري باذن الله الترم ده كلها سهله، يعني هتلاقي دروس ان شاء الله كلها سهله. وبالتوفيق ان شاء الله.